اقتحام الوزير المتطرف بنغافير لباحات المسجد الأقصى صباح اليوم هو جريمة تأتي في سياق عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة القدس وعلى المسجد الأقصى بهدف تهويده. هذا السلوك الاستفزازي من هذه الحكومة اليمينية سيفتح الباب واسعا أمام موجات تصعيد حقيقية يكون لها تداعيات على كل المنطقة، لأن المسجد الأقصى له مكانة لدى الشعوب العربية والإسلامية. شعبنا الفلسطيني والمقاومة من خلفه ستواصل دفاعها عن المقدسات ولن تسمح للاحتلال إطلاقا بتمرير مخطط تهويد القدس أو المسجد الأقصى المبارك.